ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بصوتك يا شيخ أحمد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا من أمثال بشار. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لعلها الساعة الحاسمة يا دكتور عبد المنعم. نعم. حتى إذا استيأس الرسل. نعم، أن نقول لأحبابنا وأبنائنا وإخواننا في أوطاننا في بلاد الإسلام، أما آن الأوان أن نكف عن اللعب وعن التهريج وعن الملاهي والمقاهي. لقد كنت أستمع إلى الرئيس مرسي قبل دخول الاستوديو وطالبته الجماهير بأعلى صوتها سوريا يا رئيس. هذا لا لا دخل اتصالات. وأجاب الرئيس سوريا في قلوبنا جميعا. أنا أناشد كل حكام العرب وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، نقول لهؤلاء لقد أنعم الله عليكم بالمال وأنعم عليكم بالصحة وأنعم عليكم بكل النعم التي لا تحصى ولا تستحصى. هذا الشعب المكلوم. الشعب المكلوم بيعكي زي بكاء حضرتك الآن. ودي من علامات الإيمان وعلامات الورع والتقوى إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. والله يا دكتور يعني الموضوع يعني الواحد في قمة الأسف، لأن الرجولة ضاعت في الوقت اللي احنا فيه ده، لما النساءنا كده تقتل وأطفالنا ويشردوا وترتكب فيهم الذبائح دي، يعني احنا كده يعني حياتنا ملهاش لازمة. أنا مش عايز أقول إن احنا مش رجالة، احنا لسه الشعب ده فيه رجالة والأمة الإسلامية فيها رجالة تقدر تقوم وتعف وتتصدر لكل ده. والله كلمة رجالة اللي انت قلتها دي ربنا ما ذكرها في القرآن إلا للرجال الحقيقيين. رجال احنا بنتعشى من نعم. احنا لسه في رجال ان شاء الله زي ما قامت الثورات العربية كتيرة جدا على كتاف رجالة، ان شاء الله هناخد حقنا من بشار وعمثاله بالرجالة دي ان شاء الله. ان شاء الله نفوق شوية يعني. ان شاء الله يا اخي نفوق من الكرة، نفوق من الافلام، نفوق من اهل الشهوات اللي بيقول لك الليل كله مش هتقدر تغمض عينيك. لما العيال عيونها جالها رمد في عيونها هتقدر تغمض عينيك. احنا عاوزين يعني نستيقظ. الشيخ محمد الاخ المتصل بيقول رجال، لما تقرا كلمه رجال في القران لا تكون الا للمؤمن المخلص الراجل. رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. تفضل فضيله الشيخ. بقول لأمتنا الحبيبة يعني يوم المسلم في بقاع الأرض يبدأ بصلاة الفجر على الأقل، أقول على الأقل، يعني هناك رجال يقومون الليل بين يدي، بل أعرف نساء فضليات طاهرات عفيفات يقمن الليل ويبكين بين يدي الله عز وجل ويكثرن من الدعاء في أوقات السحر. وبقول لكل موظف أو كل مدرس أو كل طبيب بيقف وقفات احتجاجية أو بيتظاهر بقول له عيب، انظر لما يحدث لإخوانك في سوريا وفي غيرها وفي غزة. بنقول نحن في مرحلة انتقالية، فلنصبر ولنعمل ولنعرف ولنكسب حلالا ولنخلص في أعمالنا. النهاردة يا دكتور عبد المنعم معظم مدارسنا المدرسين ما بتروحش، والطلبة بيشكوا يقولك احنا بنروح ما بنلاقيش حد. عشان كده البركة مرفوعة من دي. نعم، هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولش ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مليارات، لا والله ما حد. بركات. نعم، المرات موجودة وشاقينا بها. فأنا بقول نمرة واحد نصلي، كم في المئة من المصريين يصلون الفجر حاضرا؟ نعم. والله العظيم مصيبة، ومصيبة المصائب إن المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، واحنا حالنا يقول وجدنا النوم افضل. نمره اثنين، فين الناس
اللي زمان كان يصلي الفجر ويروح الغيط يا دكتور عبد المنعم، الفلاح كان زمان يصلي الفجر ويطلع الغيط، واحنا كان يبات في الغيط. هم الان زعلانين من حكايه ان المحلات هتقفل الساعه 10 و11 و12. يا اولانا مطلوب من المسلم ان يبيت مبكرا ليصحو مبكرا، اللهم بارك لامتي في بكورها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عاوزين نعمل وعاوزين نتعاون على البر والتقوى، لأن عدونا ما نال منا إلا لما فرقنا وتقطعت الأوصال. ما فيش حاجة اسمها حدود بين مصر وسوريا وليبيا والسودان، في أمة إسلامية. اللي مش عارف وصل حاجة لأهل سوريا دلوقتي يعمل إيه؟ لا ده إن شاء الله نستطيع ونستطيع ونستطيع. النهاردة المواصلات تقدمت والتقنية تقدمت، والنهاردة عندنا أطباء نحسبهم على خير يضحون بأرواحهم. الراجل بيقول انه الجرح مش الكلام ده يا دكتور عبد المنعم ما يبقاش على المستوى الفردي، ده عاوز حكومات تتضافر جهودها، واولهم رئيسنا اللي لسه قايل دلوقتي قبل ما نخش الاستوديو ان سوريا في قلوبنا. احنا بنقول يجب ان تنظم حملات اطعمه. يا اخي ابن الخطاب عمر لما وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وغوثاء اصر عمرو بن العاص قافلة طعام من هنا إلى هناك، فده مطلوب مع كل إخواننا في سوريا وغيرها. مصر خزينة الله، بل خزائن الله، اجعلني على خزائن الأرض. وإن شاء الله مصر خزينة الله في العلماء، خزينة الله في الأموال، خزينة الله في الخيرات، خزينة الله في كل شيء. ربنا يحمي مصر ويحمي أهل مصر ويحمي قادة مصر المخلصين، ويحمي أبناء مصر الشرفاء، ويحمي هؤلاء الشباب الذين نراهم فعلا في شباب أيديهم إلى الخير سباقة، أقدامهم عن الشر بعيدة. نسأل الله أن يحميهم، ثم بعد ذلك يجعلنا ممن يقولون فيعملون وممن يعملون فيخلصون، أن نقف مع إخواننا في كل مكان. حقيقة ثقافة المسلم الحقيقية الذي سلم المسلمون من لسانه وإيه ويدي. الآن سوريا تقول وإسلاما وإسلاما، ونحن نقول لكم أيها السادة وإسلاما، قدموا ما أمركم به الإسلام من خير إلى إخوانكم في سوريا. أسأل الله أن ينصر أهل سوريا وأن ينصر المخلصين والمجاهدين في كل مكان، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، اللهم آمين. اللهم احمي بلادنا واجعلها آمنة مطمئنة مستقرة يا رب العالمين، واحفظها من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللإخوة الذين على